بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تكرو فيكسر. إذا كما وعدناكم في الفيديو السابق قمنا بتحويل الأموال إلى موقع حلب تك عن طريق الماستر كارد. كما ترون هذا هو المونتون. اليوم سوف أريكم كيف يمكن تفعيل الأدوات عن طريق هذا السيرفر. كما سوف أقوم بالشرح على دونجل البورنيو. أنا أريد أن أقوم بتفعيل البورنيو. إذن ما عليكم سوى الدخول إلى جوجل. سوف أترك لكم رابط البورنيو. تكتب بورنيو شيماتيك دولاون. نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي. ثم هنا نقوم بالذهاب إلى دولاون أبليكاسيون. كما ترون فهو يقوم بتحويل إلى هذا الموقع. نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالدخول إلى هذا الموقع. هنا يتم إضافة جميع المعلومات الخاصة والإضافات الجديدة في هذا الدونجل. تقوم بالذهاب إلى هذه السيرفرات وتحميل تحميل الدونجل من هنا. أنا لقد قمت بتحميله من قبل وقمت بتثبيته. طريقة التثبيت فهي سهلة جدا. إذا كنت لأول مرة يجب عليك التسجيل في الموقع. تقوم بعمل تسجيل. نعم هنا تسجيل نيو يوزر. أو إذا كنت لديك أكاونت من قبل فما عليك سوى ضغط هنا لوجين. سيعطيك المعلومات الخاصة بك وما عليك سوى الحصول على الكود الخاص بالرياكتيفاسيون. سوف أريكم الآن. أما إذا كنت من أول مرة فيجب عليك الضغط على ريجستر ثم تسجيل يوزر جديد. ثم هنا في السيرفر تطلب اكتيفاسيون من جديد. الآن سوف أقوم بالدخول إلى هنا سيرفر كارد. هنا سوف نعيد الدخول. أقوم بتسجيل الدخول إلى الأكونت الخاص بي. إذن كما ترون لقد قمت بإضافة الأموال كما ترون هنا. وهنا هذا هو اليوزر الخاص بي والمدباس الخاص بي. سوف أقوم بالذهاب إلى سيرفيس كارد جيم أند سيرفر أند سيرفيس عفوا. ثم أقوم بالضغط على سيلكت وهنا سوف أبحث عن البورنيو. سوف أبحث هنا بورنيو. كما ترون هنا old user old renew activation. هنا سوف أقوم أنا إعادة تفعيل الأكونت الخاص بي. أما إذا كنت لأول مرة تريد عمل activation فتذهب إلى هذا الخيار هنا. بالنسبة هنا سنة one user، سنة جوج ديال اليوزر، أو ثلاثة أشهر one user إلى آخرهم. تختار ما يناسبك. أنا أريد إعادة تفعيل. سوف أختار هذا الاختيار الموجود هنا. تضغط عليه وتنتظر. هنا يطلب منك الكمية. تقول له أريد واحد $39. هنا بالنسبة للنوت سوف أكتب له مثلا reactivation account Borneo reactivation هكذا. ثم أقوم بالضغط على place order. نعم ثم أضغط على هنا. تضغط هنا verify أو view server order history. ننتظر. نعم لقد تم تفعيل بسرعة. سوف أقوم بالدخول هنا ثم أخذ
كود الخاص بي هذا، ثم أذهب إلى البورنيو، ثم أضغط لوجين، وهنا سوف أقوم بعمل باست للكود الخاص بي وأضغط على رياكتيفاسيون. Thank you. دونك لقد تم عمل اكتيفاسيون للاكونت من جديد، ثم اضغط على اللوجين وسيتم فتح البورنيو. نعم، لقد تم تفعيل أداة البورنيو بنجاح عن طريق سيرفر حلبتك، ولهم جزيل الشكر. هذا هو البورنيو، اقوم بتحميل الملفات من هنا. سوف أقوم بوضع شروحات لهذا البرنامج الرائع جدا، هذا برنامج البورنيو، فهو من البرامج التي تعطينا مخططات. صراحة برنامج رائع رائع جدا. إذن كما ترون فهذه هي الطريقة الخاصة بعمل اكتيفاسيون للأكونت الخاص بالبورنيو. كما ترون لقد تم سحب الأموال من الرصيد الخاص به هنا، وهذا هو المهم. لقد تم تحميل الملفات الخاصة بالهواتف مثلا، فهو بالعديد من المخططات الرائع جدا. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله.